بعد مدلس من أي انعكاس سلبي للحملة الإعلامية الممنهجة والتي تشنها بعض الأوساط ضد الجزائر. أحمد حفصي تقرب من وزير الشؤون الخارجية وعد لنا بالتالي: كل المغاربة أشقائي وإخواني وأصدقائي، ما فيش مشكل والله، إحنا على أتم الاستعداد لبناء علاقات متوازنة، علاقات أخوة، علاقات حسن الجوار، وعلاقات ستدفع إن شاء الله ببناء صرح المغرب العربي الكبير. في العلاقات الجزائرية المغربية نبقى شكلت العديد من الملفات الثقيلة العالقة منذ سنوات بين الجزائر والمملكة المغربية محور تجاذبات وصراعات بين أساسة البلدين، على غرار ملف الحدود المغلقة منذ سنة 94 900 و1000، فبين تمسك الجزائر بشروطها الثلاث من جهة ومناورات وابتزازات الرباط من جهة أخرى، يبقى تطبيع العلاقة بين الجارتين مؤجل إلى إشعار آخر. أحمد حفصي: بعد التوجس المغربي غير المسبوق الذي أعقب تعيين الدبلوماسي المخضرم رمطان العمامرة على رأس الخارجية، وأمام تواصل الحملات الإعلامية المغربية المغرضة، أطلقت الجزائر على لسان وزير خارجيتها رمطان العمامرة العديد من الرسائل المشفرة تجاه المملكة المغربية، أين شدد خليفة مراد مدلسي على أن فتح الحدود مع الجارة الغربية ليس ضمن أجندة صناع القرار بالجزائر في الوقت الراهن، في إشارة للشروط الثلاث التي وضعتها الجزائر قبل إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ سنة 1994 بعد اتهام نظام المخزن آنذاك للسلطات الجزائرية بتدبير الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق بمدينة مراكش. نزيل مبنى العناصر وبدبلوماسيته المعهودة ترك الباب مفتوحا أمام أي تطبيع مستقبلي في العلاقات مع الرباط التي تعيش على وقع حراك اجتماعي وتظاهرات شبه يومية تطالب بإسقاط حكومة بن كيران. هما المصلحة الوطنية ماشي العصر أرض الدولة. فحالة التخبط التي يعيشها النظام المغربي الذي خسر عدة أوراق خاصة دعم القوى العظمى التي ظل يراهن عليها لتغطية جرائمه الوحشية في حق الشعب الصحراوي، مؤشر على أن مملكة أمير المؤمنين تناور لتغطية فشلها على جميع الأصعدة عبر صياغة كيل من الاتهامات المجانية للجزائر. اعتز وزير شؤون الخارجية رمطان العمامرة بثقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي وضع ثقته في شخصه على رأس الخارجية الجزائرية، أين تعهد خليفة مراد مدلسي بالعمل على إعادة الجزائر إلى مسرح الأحداث الدولية، مؤكدا في نفس الوقت أن ولاءه الوحيد للجزائر. هذا وقد أشرف وزير شؤون الخارجية برفقة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي والعديد من الإطارات السامية في الدولة على وضع حجر الأساس لتشييد معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية. أحمد حفصي رصد المشاهد التالية. شرفني فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتكليف بهذه المهمة السامية. أشعر أنه بهذا القرار شرف كافة موظفي وإطارات وزارة الخارجية، لأن الاختيار تم على واحد منكم كان بعيدا على أرض الوطن، ومثل ما تعرفون لا ينتمي لا لحزب ولا لتجمع ولا لحرق ما عدا أسرة الخارجية. أجمع رؤساء الكتل البرلمانية المتخالفة داخل أروقة البرلمان على أن تكتلهم جاء في سياق دعم سياسي للرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة عشية نزول مشاريع القوانين المهمة التي أشار إليها أو عليها مجلس الوزراء مؤخرا إلى قبة البرلمان. أحمد حفصي: أنا لا أقول بأنه رسالة معارضة، لماذا؟ لأن العمل الذي نحن بصدده هو تنسيق وتكامل وتحالف خيري، أبوابه مفتوحة للجميع، لا نسميهم لا موالات ولا معارضة، ولكن جزائريين فتح لهم الباب لكي يعملوا سويا ولكي يتشاوروا ويتكاملوا في دراسة هذه قوانين المشاريع للخروج بشيء جميل
لهذا الوطن الحبيب الذي ينتظر منا الكثير. احنا رسالتنا مع الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة ومع اللي يحب الرئيس، هذه رسالة تاعنا واضحة من وهذه الأحرار كلهم عدم البرنامج تاع رئيس الجمهورية. نيابة عن الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أشرف اللواء الأمين العام لوزارة الدفاع على مراسم توقيع عقود إطار وعقود تنفيذ مع الشركة الألمانية دايلمر ومرسيدس بانز والمجمع الإماراتي أبار للاستثمار والمتعلقة بعقود مشاريع الشراكة الصناعية بكل من رويبة وكذلك عين بوشقيف في ولاية تيارت وواد حميميم بقسنطينة، وهي مشاريع تندرج في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي لفخامة رئيس الجمهورية، فيما ستسمح هذه الأخيرة بفتح مناصب شغل للشباب، وكذلك ستضمن تكوينا تأهليا وتخصصيا في مجال الصناعات الميكانيكية. وفي قطاع غير القطاع الاقتصادي، أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها الثلاثاء عن انطلاق الحملة السنوية للتلقيح ضد مرض الإنفلونزا الموسمية يوم 21 أكتوبر الجاري على أن تستمر طوال فترة الخريف والشتاء، وسيكون اللقاح متوفرا مجانيا في مراكز التلقيح المعتادة المرافقة للمؤسسات العمومية للصحة وكذا في الصيدليات، حيث سيسدد من قبل الضمان الاجتماعي لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، يضيف البيان. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن اتخاذها إجراءات أمنية لتوفير الأمن والسكينة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك والذي سيصادف يوم الثلاثاء القادم، وتشمل هذه الإجراءات وفق بيان الأمن الوطني ضمان الإنسابية المرورية وكذلك تعزيز أمن وسلامة المواطنين من خلال تكثيف تشكيلات الدوريات المتنقلة والراجلة لا سيما على مستوى الأماكن العمومية. وتحضيرا كذلك لعيد الأضحى المبارك وللحفاظ على السير الحسن مختلف المحلات التجارية خلال أيام العيد الأضحى المبارك، شرعت مديرية التجارة بالعاصمة في أول عملية لها منذ إصدار قانون المداومة الذي أصبح سار مفعول في توزيع تسخيرات تلزمهم بفتح محلاتهم خلال هذه الأيام، كما قدم إرشادات لهؤلاء التجار. هشام شريف تنقل معهم وجاءنا بهذا التقرير. خرجة ميدانية تعتبر الأولى من نوعها بعد صدور قانون المداومة خلال أيام العيد، حيث فضل طاقم مديرية التجارة بولاية الجزائر الاقتراب من أصحاب المحلات التجارية من أجل منحهم تسخيرة المداومة. القرار هذا يصدر في 30 سبتمبر 2013 تحت رقم 4955 اللي يلزم التجار أو التجار بفتح المحلات التجارية ومزاولة النشاط تاعهم خلال عيد الأضحى. وهذا من ضمن التجار، مثلا هنا رانا على مستوى المخبزة وين السيد المعني بالأمر المسير تاع المحل قبل باش يزاول النشاط تاعو. عملية استحسنها التجار والمواطنون في أيام تغلق فيها المحلات وتشل فيها الحركة التجارية. قرار ما دام دارته الدولة رحبوا به، وما دام قرار هذا راه يساعد الشعب الجزائري كامل، ماذا بنا احنا نخدموا يامات العيد واي مناسبه نخدموا. حمله مليحه ان شاء الله تواصل، ماشي غير هذا العام، كل ما العوام اللي جايه ان شاء الله في المستقبل تواصلوا، موش غير عيد كلش مغلوق يعني كاننا حزنين. لا، لازم يفتحوا التجار كاع، ولازم المواطن يلقى الخبز او الحليب او المواد الغذائيه الاساسيه يعني الماتير برومير الاولين يلقاهم. اجراءات قانونيه ردعيه منها الغلق الاداري للمحل التجاري لمده تتراوح بين اسبوع وثلاثين يوما وغرامات ماليه، فهل كل هذا سيضمن التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع؟ أكد ميمون بوراس مدير التجارة لولاية الجزائر العاصمة، أكد أنه تم تنصيب لجان محلية بكل بلدية من بلدية العاصمة من أجل تعيين تجار للحفاظ على نظام المداومة خلال أيام عيد الأضحى. هذا وقال كذلك بوراس أنه تم تسليم 1286 تسخيرة لهؤلاء التجار. فيما يخص عيد الأضحى هذا، درنا لجن في كل كومين،
لجنة تتكون من المير، من ممثل لوجيسيا تحت إشراف لا سير كونسيبسيون ادمنستراتيف، ودرنا 1286 كوبي دو لاريتي دو مسيو الوالي، ورانا قسمناهم، ورانا اليوم نكملوا كاع قسمناهم على كل اوبيراتور ايكونوميك اللي مبرمج في لا ريكيزيسيون. إلى حجاجنا الميامين، يشتكي الحجاج الجزائريون المقيمون على مستوى فندق أفواج التوبة 5 المتواجد بمنطقة الجميزة على بعد قرابة كيلومتر ونصف، يشتكون من نقائص عديدة في الفندق الذي يقيمون فيها، خصوصا ما تعلق بأمر الاكتظاظ داخل الغرف، وكذا من انعدام وسائل نقل خاصة توضع تحت خدمتهم وبالخصوص للمسلمين لنقلهم إلى الحرم المكي لتأدية الصلوات الخمسة، كما شأن بعثات العديد من الدول الشقيقة على غرار كل من البعثة التونسية المصرية والليبية. موفى تلفزيون نهار إلى البقاع المقدسة، زميل حسن زيزي تنقل وتقرب من الحجاج لنقل انشغالاتهم وعادبتهم. ظروف الإقامة لم تكن كما توقعها الحجاج، لأن هذا الفندق العمارة 7 والأفواج التوبة 5 بعيد عن الحرم المكي، ومعظم الحجاج الجزائريون إنهم كبار في السن، إنهم يجدون صعوبة كبيرة لكي يتنقلوا إلى الصلاة في الحرم. فين هي 36 مليون اللي راهي يدفعها الحاجز الجزائري؟ فين هو التدعيم اللي راه يقولوا بلي احنا ندعموا الحاجز الجزائر؟ ما فيش بعيد هنا مسافه تاع 500 متر هنايا الاشقاء التوانسه، ودخلنا للنزل تاعهم والمغاربه الاشقاء دخلنا وشفنا النظام والتنظيم تاعهم كيفاش يرقدوا 4 في الغرف واحنا 7-8 في غرفه. هذا هو الحاج الجزائري. واش نحكي لك، النهار اللي تشوف الدول يعني اللي فيها حرب، يعني مثل التوانسه المصريين الليبيين يعني تشوف لي زوتيل تاعهم تغير، تلقى مدينه ترونسبور يعني قدام لوتيل يهبط راكب يطلع راكب، احنا طبنا، احنا مرضنا من الطلعه والهبطه مرضنا، يعني عندنا عويل يعني مش هيك يعني الناس، وعندنا شيوخ يطيحوا في الطريق نرفدوهم يعني والله. فندق بعيد بزاف، وثاني حاجه ما وفرناش النقل. انا الحمد لله انا شاب صغير 25 سنه نقدر نروح ونجي ما عندي حتى مشكل، بصح خاوتي انا معايا جده كبيره ظروف قاسيه. اول حاجه قلت لهم اعطوا لي شريطه، ما حبوش يعطوها لي، حاجه الاولى. الحاجه الثانيه واش راني نشوف لي زوتيل قراب ودار لهم ترونسبور، احنا رانا بعاد بزاف خويا، ان شاء الله احنا ماذا بينا يراعونا لهذه الظروف ويحسنوا. حنا يتكلنا على ربي، احنا قلنا ما كان حتى مشكل، جينا هنايا واش راح نقول لك، لقينا الكلام اللي هضروه لقينا خاطي قاعدين، ما كانش منه قاعدين، وعود كاذبه. ما عدناش نقول لك كاين اخرين راهم يصلوا في العشاء هنا، يصلوا في المغرب هنا، يصلوا في العصر هنا، وروح شوف بعينك لداخل تشوفهم، وتقام الناس كبار قاعدين، عشان حنايا نقعدوا معاهم، علاه كش ما يصرى له كش ما كذا، انا هني شاب انا كيما نقولوا نقدر نمشي نقدر كذا، بصح كي تشوف ناس كبار ما تقدرش. والهرب يبعث في الله، حق ربي انا قلق بالسيف، ونتروحوا غارزين ونزبير، قلق كلوتيل كانين تغانا، سيدنا خامت ونو في ورق ونحرك هذا يا معنا إلاق واش عليه غاس إلاق دسوار غور نغت زرق وشو. إلى موضوع آخر، تكليف السعودية مؤسسة أمنية لها سوابق في اضطهاد الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لحماية الحجاج الميامين، يطرح العديد من التساؤلات حول هذه الصفقة. قراءة في موضوع مصطفى تونسي. حجاج بيت الله الحرام تحت رحمة الشركات العالمية للخدمات الأمنية، لا عجب في ذلك، لكن أن تكون هذه المؤسسة تخدم إسرائيل هو الأمر الذي يتنافى مع الأخلاق والعرف، وأنه يخضع لمنطق السوق لا غير، وبخاصة مع وجود حجاج من مختلف بقاع العالم، ومنهم الجزائريون القاصدون لبيت الله الحرام وأداء الركن الخامس من الإسلام. فاستمرار مؤسسة G4S في عملها مع السلطات السعودية لحفظ سلامة الحجاج في مكة بالتزامن مع فضائحها عبر ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأماكن أخرى متفرقة من العالم لتثير بذلك جدلا واسعا،
ومصاعب G4S لا تنبع فقط من الارتباط بإسرائيل في مشاريعها، فالفضائح